خمس شهور كنت جربت الوحش دوت صاحب التجربة الخرافية من شاومي واول موبايل في العالم تقريبا كان بسناب دراجون 888. بقاله فترة بقى معايا تاني بقى وتجربة اعمق، حاجات كتير اتظبطت، كان في كام حاجة كده مش مستقرة، فانا هقول لك على الحاجات اللي عجبتني جدا في الشاومي مي 11 ويستاهلوا فعلا انك تجيبه عشانه. اول حاجه ارشح لك وبقوه اللون الثاني، عجبني اكتر، شكله جامد قوي المره دي. يعني هو لون اسود ولكن بيدي كده شويه لمعات على ايه جراي، وهو مش اسود صريح عموما، بس المهم سيبك بقى من الشكل والالوان، تعال نخش بقى على المفيد وعلى افيد حاجه في الموبايل واجمد حاجه في الموبايل وهي الشاشه. وهل تعلم ان ديت واحده من اقوى 3 شاشات في العالم؟ يعني لو رصيت لك المواصفات بتاعتها كده على الجنب مش هنخلص. سطوعها عالي جدا بغباء، الوان خرافيه، سرعه لمس وتقليب وهميه، وحجم وابعاد الشاشه انا شايفها شيك جدا، ودقه ال 2K الممتازه اللي فعلا ملحوظه هنا. بتفرج على نتفليكس او اس ان، معظم التجارب اللي بشوفها او كل الموبايلات اللي بجربها تقريبا بتبقى 1080، وكل الحاجات تقريبا المعروضه بتبقى 4K، فهنا بقى حسيت بفرق ملحوظ فعلا. الاتش دي ار 10 بلس والجوده ال 2K والشاشه السوبر امولد والبرايتنس العالي، دي واحده من احلى تجارب الفرجه اللي خدتها من شاومي. في بقى ميزه هنا جامده قوي وصايعه في المي 11 لما ركزت فيها بقى لقيتها فعلا كويسه، وهي السمارت ريزولوشن. الموبايل زي ما قلنا الدقه بتاعته 2K، ال 2K دوت ضعف ال 1080 وضعف الاستهلاك البطاريه. في حاجات كتير الموبايل مش محتاج الدقه ديت فيها، الحاجات اللي بتظهر بالدقه 2K الواجهه مثلا واضحه جدا، الصور والفيديوهات اللي انت بتصورها، الالعاب ما اظنش بتبقى 2K، معظم الابلكيشن والسوشيال ميديا ما بتبقاش برده الا لو فيها فيديو الدقه بتاعته مرفوعه 2K. موضوع ال 2K دوت مع ال 120 هرتز فعلا بيشفط البطاريه، عارف انت فيلم شركه المرابين المحدوده؟ سلم على عمك شفاط البطاريه. السمارت ريزولوشن حلاوتها بقى انها مشغله 2K، ولكن لما يلاقي الموضوع ملوش داعي 2K روح منزل لك ل 1080. تاني حاجه بقى عجبتني في الشاشه هنا بقى هي انها بتحاول تقول لك ايه، انا جامده ولكن اللي حواليا او اللي معروض عليا مش جامدين. ما انت مش دايما فاتح نتفليكس او اس ان، ساعات بنتفرج فيديوهات متصوره بسامسونج نوت 3 مثلا، الوان وحشه او فريم ريتس قليله. فهنا بقى يجي فايده الميزه الجايه وهي الفيديو تول بوكس، موجوده في موبايلات ثانيه من شاومي ولكن هنا احسن تطبيق ليها بفضل الشاشه الجامده ديت والمعالج، فبيعرفوا يحسنوا جدا من جوده الصور. يعني مثلا تعالى اوريك بتعمل ايه، تخش على سيتنج وتخش على ديسبلاي وتنزل تحت تخش على اي اي ايمج انجن. اول حاجه عندك هي السوبر ريزولوشن، زي ما قلت في فيديوهات كتير بتبقى الكواليتي بتاعتها متقلله، الكواليتي بتاعتها ضعيفه شويه، فهنا بيعلي الكلاريتي شويه، بيدي شويه شاربنس كده وحده، ودي حاجه على فكره متعارف عليها، يعني انا وغيري بنحطها في الفيديوهات بنزود شويه حده كده او كلاريتي، تفرق جدا في الجوده. تاني حاجه اي اي ايمج انهانسمنت، دي بقى للصور برضو بيدي كانه بيحط فلتر كده على الصور، مش شغاله في كل الحاجات، الموضوع التحسين دوت بيتطبق على الصور اللي موجوده في الجاليري. ثالثه واللي برضو جامده جدا الاتش دي ار، برضه في فيديوهات اس دي ار وفيديوهات اتش دي ار، زي ما الصوره كده واضحه كده اللي انت شايفها فعلا بتفرق، ومحتوى الاتش دي ار بيفرق جامد عن الاس دي ار العادي. اخيرا الام اي ام سي ديت الفيديوهات اللي بتبقى متصوره بفريم ريتس قليله، هنا بيحاول يضيف شويه فريمات كده بيخلي الفيديو يبان ان هو سموز اكتر. وبتشوف بقى تطبيق الكلام دوت لما تيجي تفتح فيديو بتلاقي شريط من الجنب كده، تفتح بقى الفيديو تول بوكس يقول لك هنا اهي، اول حاجه شايف اب سكيل، رفع الجوده ارفعها لي كده ل 2K، لو الفيديو مثلا دوت كان 720 480 كده، طبعا مش هيخليها لك 2K ولكن ها عندك موضوع الستايل، هل انت عايز الصوره زي ما هي ولا نشغل الاتش دي ار ولا الفايبرنت. فالفيديو تول بوكس جامد، وقلت عليه في كذا فيديو قبل كده، وانت ينفع اصلا تقفل الفيديو، تقفل الموبايل يعني ترن اوف سكرين كانك معاك يوتيوب بريميوم، والفيديو يفضل شغال في الخلفيه عادي، الفيديو شغال والصوت شغال والموبايل مقفول. فزي ما قلت هو موجود في موبايلات شاومي ولكن هنا احلى التنفيذ ليه. نجيبنا برضو بقى الميزه ثانيه في الموبايل وهي السماعات بتاعته، الهارمن كاردن عاليه بشكل ساعات ممكن يبقى مزعج، بس عارف انت اللي هو ايه الازعاج الحلو ده، تجربه صوتيه. اخر حاجه نتكلم عنها في الشاشه وهي البصمه اللي موجوده هنا، بصمه في الشاشه عاديه، انا بحب البصمه اللي في الجنب، ولكن دي فيها بقى ميزه قويه جدا هي انك تقدر تقيس ضربات القلب، نبضات القلب بتعرف تشوفها بانك تحط صباعك على البصمه ودقيقه، يعني طبقا للساعه اللي هي مدياني نفس الرقم. في المي 11 ميزه قويه وهتهم ناس كده معينه ولكن هتهمهم قوي، وهي موضوع السكرين ريكوردنج، تسجيل الشاشه، انك تسجل اللي انت بتعمله في شكل فيديو، هنا ينفع تسجله بدقه 2K وكمان الجامد قوي بقى ب 90 فريم والاثنين يكونوا مع بعض. هنا يجي حد يقول لي مثلا طب ايه لازمه ال 90 فريم، ما كده كده الفيديو بيبقى 30 او 60 ملهاش لازمه، تبقى تفرق جدا لما تيجي تعمل بقى سلو موشن، لو انت مثلا بتموت حد بقى بطريقه صايعه تعرف تعمل لها بقى سلو موشن جدا، ما انت معاك 90 فريم بقى.
هنيجي بقى نتكلم عن كاميرات المي 11، فدي عايزة لها فيديو كامل والريدي تصور، وحط لكم حتة منه كدهوت، والفيديو كله متصور بكاميرا المي 11 عشان تشوفوا دقتها في الفيديو في الصور، وانا منبهر يعني، انا صدقوني منبهر، وفيديو يعجبكم جدا. فانزل اشترك وشغل الجرس، اهم حاجة عشان ربعكم بس اللي مشغل الجرس لما ينزل على طول تشوفوه. هل اداء الموبايل جامد؟ يعني طبعا مش محتاجه، ده مش سؤال يعني. انت معاك 888، اول موبايل في العالم كان ب 888، وعشان كده كان غالي. الاسبقيه ديت ليها تمن طبعا، بس دلوقتي بقى في صفقات احسن، ممكن لو انت همك الاداء بس ممكن تجيب السناب دراجون 888 بسعر ارخص من المي 11، او ممكن تقل سي كحاجه بسيطه وبرده من شاومي الاف 3. خلص وروح اتفرج على الفيديو بتاع البوكو اف 3 هيعجبك جدا. هنا بس برده انت معاك هنا اقوى اداء من شاومي طبعا، يعني هو والمي 11 الترا، المي 11 برو برده هكذا يعني، اي 888. والرك برده هنا على السوفت وير، تجربه سوفت وير مش هتلاقيها خالص. هقول لكم على شويه فيتشرز كده مميزات موجوده في الموبايل ده، هي موجوده في موبايلات ثانيه ولكن هنا موجوده بشكل جامد. يعني مثلا اول حاجه السوبر وول بيبرز، انا من نوع الناس اللي بحب غير الوول بيبرز والخلفيات كتير، بحس انها كل مره كده كاني جبت موبايل جديد، بتديني ايحاء ان الدنيا اتغيرت شويه، كانك كده بتغير لون الاوضه. فدي بقى بتاخد الموضوع ليفل تاني خالص بنعومه وحلاوه. يعني بص، يعني بص مثلا اول حاجه، انت كده كده بيبقى عندك الاولويز اون ديسبلاي الجامده جدا، شكل جبل، اول ما بتفتحها الجبل ده بيعمل زوم ان، تيجي تقفلها ما تقفلش الشاشه، هي ترجع تاني على الجبل ده، واي حاجه انت بتختارها في كده كوكب ارض، في فعلا حاجات جامده قوي. ولما تيجي تفتح بقى الموبايل بيروح عامل زوم عليها او يغير شكلها او يكلوز كده عليها وتتحرك يمين وشمال. الموضوع دوت احلى من اي موبايل جربته، لان الشاشه هنا جامده جدا، فالوول بيبر شكلها صايع قوي وما فيهاش اي تهنيك. كان في كده بعض الموبايلات جربت فيها الميزه دي كانت بتهنج شويه. في موضوع الباك تاب، انك تخبط على الموبايل كده من ورا خبطتين او ثلاث خبطات يعمل حاجه، ساعات بتبقى مفيده. طبعا عارفين موضوع الناكلز او اللي هو الحته ديت من الصباع، انك ترسم كده اهوت فيرسم معاك سكرين شوت او يبدا سكرين ريكوردنج، لكن هنا لا، انت لما تدوس كده وتروح يمين بيعلي ويوطي البرايتنس الاضاءه بتاعت الشاشه، ودي ميزه انا شايفها الصراحه ملهاش اي 30 لازمه، يعني ما تنزل من تحت كده وتعلي برايتنس عادي صباح الفل. هنا معاك افضل موتور فايبريشن من شاومي، ودي بقى من الحاجات القليله اللي انا بحس كده وانا بكلمك عليها حاسك مش مهتم او مش مقدرها، ولكن صدقني دي حاجه في وجهه نظري مثلا اهم من البصمه مثلا، لان دي حاجه عماله احسها كل شويه في الموبايل وانا بقلب وانا بطلع وانا بدخل، فالفايبريشن يا اما بيريحك يا اما بيقرفك. فعلا في موبايلات الفايبريشن فيها بيقرف، بيبقى مزعج، ومهما اشرحها لك عمرك ما هتحس بيها غير لما تمسك الموبايل، دي حاجه فيزيكال كده في الموبايل. بس ثق فيا لما اقول لك انها هنا عظمه، وشاومي كمان عامله حته انك تعرف تتحكم في قوتها، انا مهما عليتها برده هي مش مزعجه، هي خبطات كده في الموبايل جميله. ومزايا ثانيه كتير موجوده في الميو اي، وزي ما قلت هنا شغاله بشكل افضل بفضل المعالج القوي، وحاجه مثلا زي السوبر وول بيبرز والفيديو تول بوكس شغالين هنا كويس جدا بفضل الشاشه الخرافيه دي. طيب عرفنا ان اداء الموبايل جامد، في الالعاب بقى نظام طبعا جامد يعني وكل حاجه، بس في تضحيه بقى بسيطه بقى في حته الالعاب دي مش مخليه موبايل للالعاب، وهي البطاريه. البطاريه ال 4300 هنا ضعيفه سكتين، خصوصا مع ال 2K وال 120 هرتز، وكل ميزه اصلا من المميزات اللي انا عمال اتكلم عنها في الاي اي ايمج ديت، المميزات اللي بتحسن الشاشه ديت بيقول لك بتزود استهلاك البطاريه، كل واحده فيهم انا مشغلهم كلهم بتزود استهلاك البطاريه، بتزود استهلاك البطاريه، فهنا مش بيقعد معايا قوي، والاقي البطاريه فعلا بتتشفط بسرعه. والشاحن نفس النظام برده، يعني شاحن 55 وات، ولكن انا دافع 14000 جنيه فكنت عايز رقم اعلى من كده شويتين. بس كده يا سيدي، دي كانت نظرة أعمق شوية على المي 11 فلاجشيب شاومي في مصر بسعر 14000 جنيه، وبينزل معاه ده قيمة جدا لو مش عايزها هاتها، يعني هي شاحن وايرلس 80 واط، وبقول لك مش عايزها لأنك مش هتستخدمها في حاجة يعني أصلا، أو هتستخدمها بس مش هتستخدمها بأقصى قوتها، لأن الموبايل بيدعم شاحن وايرلس 50 واط، والهدية شاحن 80 واط، فاللي هو في إيه الذل ده؟ يعني دايما شاومي بتعمل الحركة دي، تحط لك شاحن اقوى من قدره الموبايل. اصل ايه الفيديو اللي قبل اللي فات بتاع النوت 8، الموبايل بيدعم 18 ولكن الشاحن اللي جاي 22.5، الشاحن ده ايه لازمته؟ مش عارف طبعا للحاجات المستقبليه. وللي هيسال هل المي 11 الترا هينزل مصر؟ لا للاسف مش هينزل كامل، وارجع شوف الفيديو الاولاني بتاع المي 11 عشان برضه تشوف بقى اللون اللي انا بقول لك عليه، صدقني اجمل. بس كده يا رب يكون الفيديو عجبكم، اعمل لايك، ولو مش مشترك اشترك، ولو مشترك الغي الاشتراك واشترك على طول في وقتها، وشغل الجرس علشان في حاجه معلقه تقريبا في اليوتيوب مخليه الفيديوهات ما بتوصلش للناس. بس كده مفيش كومنتات للاسف، لاني مصور ثلاث فيديوهات ورا بعض، اظن باين قوي الحماس والشغل شغال، الله ينور. فكل اللي اطلبه منك اعمل لايك، سيب كومنت وبس كده، سلام.